ضيفنا أمانات. أبى المضيفون إلا أن يرحبوا بك، فأنابوا أخا لهم مفوه بطبيعته، متكلم بسجيته، اكتسب من اسمه هيبته ليلقي بين أيديكم كلمته. الكلمة الآن مع الشيخ محمد فمن رده في المطرح بيدي فليتفضل. شكرا. اللهم إني أسألك خير هذا المساء وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا المساء وشر ما بعده. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الضيوف الكرام، أحييكم بتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في مساء البارح في اجتماع لكي نرتب هذه المناسبة إجلالاً وتقديراً لضيفنا الغالي، وسألني أحد الأخوان: هل تعرف سلطان الجلاوي معرفة شخصية؟ قلت لا، وقلت نعم. كيف تتفق لا ونعم في وقت واحد؟ أنا لا أعرف أبا نايف معرفة شخصية، ولكن ذكر الطيبين والحيائبين، وصلني ذكر أبا نايف قبل أن أراك. أنت ركن من أركان القبيلة وركن من أركان الشعر، أبدعت وتغنيت بصوت شجي، قولوا ما شاء الله تبارك الله، بحنجرة ذهبية، تابعت لقاءات كبيرة لك وموالات مبدعة ومبتدعة لك، دافعت عن القبيلة بكل ما أوتيت من قوة بأدب، كنت قوي ولا تعصب ولا تخرج عن الأدب، كنت تفتخر بالنسب وهذا من حقك، وهذا نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، افتخر بنسبه وبمرضعيه، قال: أنا أفصح العرب بيد إني من قريش واسترضعت في بني سعد. لا غرابة في ذلك أن تكون سلطان الجلاوي نجم من نجوم قبيلة عتيبة، فأنت من الفهيدات، شيوخنا وتاج على رؤوسنا، وأنت من قبيلة الشيابين، أينما حليت وأينما ذهبت أسأل دائما: تعرف ربعك الشيابين؟ يقربون لك الشيابين؟ أنتم في كل مكان وفي كل زمان لكم حضور، ونحن نفتخر بكم. وكيفما نختبر نفتخر بالشيابين وهم من قبيلة عتيبة، هذه القبيلة التي سمت في التاريخ بمجدها وعلمائها ومثقفيها وشعرائها وأدبائها،
نحن هذا المساء نفتخر بابننا سلطان الجلاوي ابن العمومة. مهما قدمنا لك من كلمات الطيب ومهما نمقت العبارات وأخترت الكلمات فأنا لأو فيك حقك. أتعرفون لماذا قلت لا أعرف سلطان الجلاوي بل أعرف سلطان الجلاوي؟ الطيبين من الرجال كل يعرفهم، وأنت من الطيبين وتستاهل التكريم. وأقول في جملة أخرى للمضيفين في هذا المساء، أكرمت ابن عمكم وأنتم مرسى للطيب والكرم والجود. لقد بعثت رسالة للأجيال القادمة بالوفاء. بارك الله فيما قدمتم وأصلح لكم النية والذرية، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله، نحن في هذا المساء نلتم على الطيب وفي أمان وطاعة رحمن في ظل الله، ثم في ظل قيادتنا الملك سلمان. الحمد لله أن قيض لهذا البلد حكومة رشيدة سمت بنا إلى المعالي. وكيفما نكون بذلك ونحن وطن غير، وطن القبلتين، وطن القبلة المكرمة مكة المكرمة، وطن المدينة المنورة، وطن رايتنا واحدة، عقيدتنا واحدة، مليكنا واحد. حفظ الله هذا الوطن وحفظ رجالنا البواسر على الحدود الجنوبية الذين يدينون عن الوطن، ثبت الله خطاهم وسدد رميهم ورحم شهداءهم. ضيفنا الغالي، كلفت في هذا المساء بإلقاء الكلمة وأنا فخور أن أتقدم عن ربعي. لست أفصحهم ولا أكثرهم فطنة ولا أكثرهم ثقافة، وإنما أنا محمد الخليلي خادم لقبيلة عتيبة ولشعار قبيلة عتيبة في أي مكان وفي أي زمان. القبيلة كلها تفتخر بك، لكن أعطيت في هذا المساء مجموعة أسماء، ولازم أن أعطي كل ذي حق حق. وأوصلك هذه الرسالة مكرميك لهذا المساء، وهم عواض هليل الشيب، عبد الله بن سنان الديابي، محمد بن طمحي، حمد بن جويبر الجعيد، غالب أبو كتيبة العصيمي، عبد الله العصيمي، عبد الله الكنامي، عيضة الثبيتي، منير بن محمد الشيباني، مشعل بن جويبر الجعيد، عيد الجعيد، عبيسان العدواني، سعيد الشهيب، محمد عوض الله النفيعي، محمد غازي الشيباني، رايد الخليلي، محمد العازمي، سعد البراك، سرحان الوليناني، محجي الزراقي، محدثكم محمد بن ردة بن مطر الخليلي. عيضة الوليناني، ونعم عيضة الوليناني أبو أحمد، عيضة الوليناني لجل جاني الاسم متأخر وكتب واحد بقلب الواضح، وانت يا عيضة الوليناني مكمل وجمل بكل مكان. وعايش الثبيتي، وينه؟ عايش الثبيتي اللي كتب الورقة سقط اسم عايش وعيضة الثبيتي. أرجو المعذرة، وإن كان لكم حقوق خذوها من محمد الخليلي، ما تأخذونها من غيره، معليش يا عايش. هناك رسالة أحب أوصلها في هذا المساء لصاحب هذا الدار الذي دائما زاد به المقدار، رمز من قبيلة عتيبة فتح لنا هذا المكان. بارك الله فيك أبا لافي حمد الجعيد، يستاهل التقدير، فهو رمز
ألقاها الشاعر الكبير عبد الله القدامي حاكم حاتم الشعراء، يستاهل هذا الاسم. بالعكس ما هو حاتم الشعراء، حاتم قبيلة عتيبة كلها، يستاهل أبو لهب، الله يستاهل. طال عمرك هناك صفوف دائما تشاركنا، وهذه الصفوف هي صفوف الحجاز. صفوف الحجاز طال عمرك ليست من قبيلة واحدة وليست من قبيلة عتيبة، يقودها رجل اسمه هاشم السيالي من جميع القبائل، قضى على العنصرية من خندف ومن شبابه مشكلة. هذا الفريق راعي فزعة وأهل فزعة وأهل وزعة وأهل وقفات مع عتيبة ومع غيرهم. تحية مرة أخرى لصفوف الحجاز، الله يبارك فيه ويحفظهم. شكرا لمن قاد هذه المسيرة بأدب وأخلاق وتعالي وحثنا على العلم الطيب، والحين إن شاء الله نقدر عليه. شكرا العواض بن هنين الشهيب، حقيقة هو أول من تقدم. مبارك الله فيك أبو متعب، ولهي قريبة عليك دائما قدامنا في كل علم، وانت وافي وأخوياك الشعار وافين وأصحابك. سلطان، لو كرمت كل واحد منا أنت تستحق، وإحنا نقدر على ذلك، لكن احتراما للوقت واحتراماً لظروفك واحتراماً لبعد المسافة، اجتمعنا في كرامة واحدة. إن حصل منا تقصير أعذرنا، وإن كان أكرمنا فأنت تستاهل. شكراً لكم على حسن الاستماع، وأعتذر مرة أخرى لمن سقطت أسماءهم، تروها سهواً وليس مقصوداً، فأنتم تعرفون من سقطت أسماءهم مقدارهم عند أبو عبد الرحمن غالي. والله وشاهد الله على ما أقول. نحن الخطائين، إن أصبت في هذا المساء فهو توفيق من رب العباد، وإن أخطأت مثل ما أخطيت في بعض الأسماء البسوني ثيابكم واعذروني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.